السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المامز، الفيديو ده معمول عشانكم أكتر ما هو معمول عن أو لطلابنا الأعزاء. مامز أولادهم عندها أولاد في الصف الأول الابتدائي أو الثاني الابتدائي أو الثالث الابتدائي. الفيديو ده معمول عشانكم كل بدأ الامتحانات ما عدا الثلاث صفوف الابتدائي دول، الأول والثاني والثالث. طب نعمل إيه؟ خايلين إخواتهم تعبنا. طب وليه؟ انا عملت الفيديو ده مخصوص عشانك يا مامز. تعالوا دلوقتي نشوف الكتب اللي معانا، كتب الترم الثاني نازله للصف الاول والثاني والثالث الابتدائي من كتاب الاضواء جيم. تعالوا نشوف محتوياتها ايه عشان تلحقي تجيبيه وتخلي ابنك او بنتك، بدل ما هم قاعدين يعكسوا في اخواتهم الكبار او قاعدين يعكسوا فيكي لو هو ده ابنك او بنتك الكبيره، تعالوا نشوف نخليهم يشتغلوا فيه عشان حتى يستعدوا للترم الثاني. هوريكم النهارده معايا في الفيديو كل كتاب محتواه ايه، وبالنسبه لكل مرحله من المراحل، واوريكم كتاب متناول كل وحده، ناخد من كل وحده اللي هي الوحده الاولى من كل مرحله علشان نشوف الكتاب عارض المنهج ازاي وازاي نيجي نحل فيه. طيب يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هعرض معاكم في الاول كتاب ثالثه ابتدائي، وكتاب ثالثه ابتدائي هو طبعا المنهج كله مشروح في القناة عندي في قناة الإنجليزية أسهل مع مستر سامي، منهج الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني مشروح كله، ومحلول كمان الأسئلة اللي كانت في كتاب الأضواء جيم. طيب الكتاب عبارة عن كتابين، كتاب فيه ملحق مهارات ومراجعة نهائية وكتاب الشرح الأساسي. تعالوا نبدأ مع بعض نشوف كتاب ملحق المهارات والمراجعة النهائية عبارة عن إيه، عشان ده اللي ممكن نبدأ فيه من دلوقتي لأنه فيه مهارات حلوة. أول حاجة بيقول لي هنا ongoing assessment اللي هو علشان نعمل تقويم مستمر، وفي كمان البارت 2 فاينل ريفيجن مراجعه نهائيه، وفي فاينل اسيسمنت تقييمات نهائيه. عندي 10 ورك شيت. تعال نشوف المحتوى. اول حاجه عندي اونجوينج اسيسمنت اللي هو التقييم المستمر، بيجيب لي هنا في ايه، نخلص وحده شرح، وبعد ما بنخلص وحده الشرح بنبدا نحفظ الكلمات من الكتاب ده، بنيجي نحفظ الكلمات اللي المفروض في الوحده دي. كانت على ليسون 1A، هنشوف الوقت ده في كتاب الشرح عامل ازاي. هنا 1B الكلمات نحفظها او نحفظ الجملة او السؤال هنا، وهكذا. كل ده طبعا على يونت 7 اللي هو الوحدة الاولى من الترم الثاني. زي ما انتم شايفين حفظ الكلمات هنا، كل ده كل ما يخلص جزئية يجي يحفظ الكلمات. بعد هنا في جزئية ديكتيشن املاء، يبدأ يشوف الصورة يكتب الكلمة اللي حفظها او يتملها يسمعها من المامي ويبدأ يكتب جنبها. طب هنا في الآخر في تدريب على أو امتحان كده على جزئية الوحدة دي، وفي الآخر بيقيم نفسه ويشوف مقدار تقدمه سواء في جزئية الديكتيشن الإملاء أو في الامتحانات اللي اتعملت، وكمان ممكن التيتشرز كومنت أو الأم تعلق هنا على مستوى الطالب إيه، أو لو هو مدرس يعلق هنا على مستوى الطالب ويعرف من نقاط القوة والنقاط المفروض عايز يحسنها يكتبها له. بعد كده دي الوحدة اللي بعدها اللي هي يونت 8 في صفحة 81 من الكتاب ده، جايب جزئية الستوري وجايب الملخص عنها، وبعدين جايب أسئلة عليها. طيب بعد ما جاب أسئلة عليها بدأ يعمل ايه، دخل في البارت 2 زي ما انتم شايفين فاينل ريفيجن، بدأ يجمع الفوكابلاري كلمات الوحدات، كل دي كلمات الوحدات، مجمع كمان جزئية الفونكس صوتيات لكل الوحدات، وكمان جمع جزئية الرايتنج جزئية الكتابة والوظائف اللغوية اللي بتفيدنا في الحوار، وجاب لنا 10 ورك شيت على المنهج ككل. طيب وبعدين جايب لنا كمان نقيم نفسنا ونشوف مستوانا كان فيه ايه. طب تعالى نشوف بقى كتاب الشرح. كتاب الشرح عندي يونت 7 8 9 10 و11 و12، يعني عندي 6 وحدات بجانب القصة بتاعتنا. طب تعالوا كده نشوف مع بعض المثال على اول وحدة عارضها ازاي كتاب جيم الاضواء.
جايب في الاول الشخصيات بتاعت الكتاب، وبعدين جايب الفكره الاولى اللي هي هاو ذا وورلد وركس، كيف يعمل العالم، ومتناول اول حاجه فيها جايب طبعا التمهيد عشان يشجع دماغ الطالب، وبعدين بدا يتكلم على جزئيه الليسننج اند ريدنج، وجايب المحادثه بالشكل ده، وبعدين عرض الكلمات بتاعت الوحده. بعد ما عرضها بدا يجيب عليها اسئله، وبعدين جاب جزئية اللانجوج فانكشنز الوظائف اللغوية اللي هي جزئية الحوار، وعرض عليها بعدها أسئلة. طيب وبعد كده عمل ايه؟ جاب تناول برضو أسئلة على الدرس الأول. طبعا كل درس كل وحدة فيها كذا درس، فهو عرض أسئلة الدرس الأول وجاب عليه الدرس الأول أسئلة. خلص الدرس الأول بدأ يدخل في الدرس الثاني من الوحدة، برضو عرض جزئية فيه وجاب عليها أسئلة. كل ما بيعرض جزئية بيجيب عليها أسئلة، ولما بيعرض الدرس بيجيب عليه برضو أسئلة. ده الدرس الثالث وأسئلة عليه، وزي ما انتوا شايفين معانا أهو. والدرس الرابع وجايب برضو أسئلة على الدرس الرابع، وجاب الدرس الخامس وبعدين برضو أسئلة عليه. طبعا في الدرس مثلا لو هو مقسم ل A و B برضو بيجيب أسئلة على كل جزئية فيه، وبعدين بيجيب أسئلة على الدرس ككل. طيب بعد كده دخل في الدرس السادس برضو شرحه وجاب إيه أسئلة عليه، وبعد كده في آخر اللي عرضه للوحدة جاب ريفيو مراجعة على الوحدة ككل زي ما انتوا شايفين كل حاجة تناولها فيها. وبعدين عمل اكتيفيتي بقى نشاط على الوحدة ككل، وبعدين واحد الأضواء وجاب المشروع علشان الطالب يعمله، وبعدين دخل في الوحدة اللي بعدها. طيب نيجي نشوف في آخر الكتاب. في آخر الكتاب في جزئية القصة، عرض القصة وعرض الكلمات المهمة اللي هنقابلها في القصة. وبعد ما عرضها وعرض الشخصيات المهمة اللي في القصة بدأ يحكي القصة زي ما انتوا شايفين، وكمان موجودة عندكم في عرضها للقناة. جاب أسئلة على القصة، وفي آخر الكتاب في استيكرز عشان تشجيع للطالب على استيكرز في كتاب المهارات اللي الكتاب اللي احنا شرحناه في الأول بتاع ملحق المهارات، بيبقى في مكان هنا كده أهو فوق علشان نلزق الستيكرز اللي بيشجع الطالب، وكمان في شهادة التقدير اللي الأضواء عاملها علشان الطالب حسب تفوقه يحصل عليها كتاب اسمه فيها. طب يلا تشوف مع بعض كمان كتاب الصف الثاني الابتدائي من جيم الأضواء. تعالوا نشوف برضو، هنبدأ مع بعض نشوف كتاب ملحق المهارات والمراجعة النهائية للصف الثاني الابتدائي عبارة عن ايه. جايب لي المحتويات بتاعته بارت 1 وبارت 2 وبارت 3. كل اللي يهمني بارت 1 وبارت 2. بيتكلم عن بارت 1 enhance your skills، ازاي تزود وتنمي مهارة المهارات بتاعتك، سواء مهارة listening الاستماع او التحدث speaking، او مهارة reading القراءة، او مهارة writing الكتابة. تعالوا نشوف مع بعض هو هينميها لنا ازاي، وكمان نشوف الفاينل ريفيجن اللي هتبقى على المراجعة النهائية اللي على المنهج بتاع الترم الثاني. بادئ لي في الاول جايب لي ازاي نحسن الليسننج والسبيكنج، وجايب ازاي المهارات دي نحسنها بكذا خطوة، وبعدين جايب لي ازاي تدريب على ده زي ما انتوا شايفين التدريب اهو، والمامي هتبدأ تنطق والكلمات مكتوبة لها هنا طبعا معوجة بس هي الأم تشوفها، وبتنطق للطالب ويبدأ يعمل دايرة على الكلمة اللي هو بيسمعها. ده أول صفحة تدريب. تاني صفحة الطالب بيبقى الدور عليه هو اللي يبدأ يتدرب وينفذ. هنا بعد كده برضو بالنسبة لجزئية الريدينج خطوات القراءة الصحيحة، وبرضو مدرب عليها الطالب، وبعدين مديله الدور بقى يعملها هو بنفسه ويتدرب عليها. وبعدين بدأ يجيب برضو جزئية الرايتنج الكتابة، وبرضو الطرق يستخدمها يكتب ازاي كويس، وأسئلة على الجزئية دي. طيب بعد كده بدأ يتكلم عن المنهج بقى فاينل ريفيجن مراجعة على المنهج. طبعا ده الكتاب الملحق مش الكتاب الشرح الأساسي. جايب لي هنا الكلمات كلها بتاعة المنهج مجمعها، وبعدين جاب جزئية الفونكس الصوتيات، وجزئية اللانجوج فانكشنز الوظائف اللغوية اللي هي الحاجات الحوارية بتحصل ما بين
طالب والاخر او بحوار اللي هو بيبقى في الديالوج، وكمان جاب بعدها جزئيه الديكتيشن الاملاء، وبعد ما جاب جزئيه الاملاء بدا يتكلم عن ايه، جاب الورك شيت اللي هي الاختبارات الشهريه، جابها على يونت 7 اند 8 الاختبار على الوحدتين السابع والثامن، وبعد كده جاب على الوحدتين التاسع والعاشر، وبدا على ال 11 وال 12. طيب بعد كده بدا يجيب تقويم بقى نهائي كذا واحد زي ما انتم شايفين، وفي الاخر جاب تقويم على القصه، اسئله برضو يعني على القصه زي ما انتم شايفين. وبكده خلصنا الكتاب. تعال بقى نشوف كتاب الشرح الاساسي، ناخد منه برضو الوحده الاولى عرضها ازاي. بدانا في كتاب الشرح الاساسي. كتاب الشرح الاساسي جايب لي كام وحده عندي، ادا يونت 7 و8 و9 وكمان 10 و11 و12، وده بجانب القصه. يبقى انا عندي 6 وحدات بجانب القصة. طب تعالوا كده نشوف الوحدة الأولى هو عارضها ازاي. أول حاجة جايب لي شخصيات الكتاب الكاركترز، وبعدين جايب لي الفكرة الأولى، جايب لي عنها، جايب الوحدة الأولى منها بتاعت الترم الثاني، جايب طبعا في الأول عامل تمهيد، وبعدين بدأ يجيب الحوار جزئية listening and speaking والكلمات المهمة، وبعدين جايب أسئلة، وجايب language functions الوظائف اللغوية، وجايب عليها أسئلة والكلمات بدأ يحفظها للطالب عشان يكتبها، وبرضو جايب أسئلة هنا على الدرس الأول، كل دي أسئلة على الدرس الأول، وبعدين دخل في الدرس الثاني جاب برضو بعدها الكلمات اللي عليه، وبرضو عشان الطالب يحفظ الكلمات سايب له مكان يكتبها فيه وأسئلة عليها، وبعدين الدرس الثالث، وهكذا كل درس بيجيب وراه أسئلة عليه. حتى لو هو الدرس كبير بيقسمه الاي وبي، وبرضه بيجيب اسئله على الاي واسئله على البي في الدرسين السادس والسابع من الوحده السفن اللي هي الوحده الاولى في الترم الثاني، جايب فيه قصه، وبرضه جايب بعد كده اسئله عليها وعلى جزئيه الكتابه، وفي الاخر جايب مراجعه على يونت 7 كل حاجات فيه، وبعدين بدأ يعمل أسئلة على الوحدة ككل زي ما انتوا شايفين كذا أسئلة، وبعدين في الأخر واحد الأضواء، وبعدين المشروع الطالب هيعمله، وبعدين بيدخل في الوحدة اللي بعدها. تعالوا بقى نشوف برضو في آخر الكتاب هنلاقي فيه ايه، هنلاقي فيه القصة بتاعتنا، القصة بتاعت الصف الثاني الابتدائي، جايب برضو الكلمات المهمة اللي فيها، جايب عناصر القصة، جايب الملخص عنها، وبعدين بدأ يعرض القصة. بعد ما عرض القصة بدأ يجيب أسئلة على القصة، كل دي أسئلة على القصة، وفي الآخر في مجموعة الاستيكرز اللي بنلزق منها في كتاب ملحق المهارات والمراجعة اللي أنا وريته لكم في الأول، يبقى بيتلزق الاستيكرز في الأماكن المخصصة لي في الكتاب. هوريها لكم. طيب عما أعرف أجيبها لكم هوريكم كمان أهي زي ما انتوا شايفين هنا، المفروض بنحط الاستيكرز ويل دان، أهي ويل دان بنشيلها وبنلزقها للطالب هنا لو هو كان فعلا جاوب عليها بشكل صح. كمان في شهادة التقدير اللي الطالب بيكتب عليها اسمه لما بيحقق الدرجة أو الاجتياز في المادة. طب كده كتاب الصف الثاني الابتدائي، تعالوا نشوف كتاب الصف الأول الابتدائي مع بعض. كتاب الصف الأول الابتدائي، وده إن شاء الله احنا اشتغلنا في الترم الأول من كتاب جم الأضواء اللي هي سنة 2022، وإن شاء الله مكملين بدون مقاطعة في الترم الثاني برضو، هنكمل بقية المنهج عشان وكلنا عمري يعني الترم الثاني للصف الأول الابتدائي من كتاب جيم الأضواء. تعالوا نشوف محتواه علشان لما نبدأ نشتغل فيه بإذن الله. طيب هنبدأ برضو بملحق المهارات والمراجعة النهائية، نوريكم محتواه عامل ازاي. ليه ببدأ بكتاب ده؟ لأن دايما المامز بتاخد الكتاب ده ما بتبصش فيه إلا بعض الأمهات، لكن الأغلبية ما بيبصوش فيه رغم إن بيبقى مهم زي كتاب الشرح بالظبط.
طيب تعالوا نشوف كده محتويات الكتاب. قال لي برضو بارت 1 هو شبه كتاب الصف الثاني الابتدائي، ان هو نفس طريقه تنميه المهارات، لان الصف الاول والثاني بيبقى معتمدين على تنميه المهارات اكتر، فبيبقى عندي هنا تنميه مهارات الاستماع والتحدث والريدنج القراءه والرايتنج الكتابه، وبعدين بيدخل على المنهج الفوكابلري والفونكس بيجمعهم ويبدا يوريهم للطالب. برضه ذكر لنا خطوات عشان ينمي مهارة الطالب في جزئية الاستماع، وجايب له تدريب وازاي يتدرب عليه، وبعدين جايب ليه ان هو يبقى عليه الدور يبدأ يحل. برضه الريدنج نفس الكلام، جايب الطرق وجايب عليها طريقة وحللها، وبعدين ندي للطالب هو اللي يحل عليها ويتدرب على جزئية القراءة. برضه جزئية الرايتنج جايب الطريقة ازاي ينميها عنده، جايب تدريبات عليها. بارت 2 جايب فاينل ريفيجن اللي هو بقى ايه الكلمات بتاعة الوحدات كلها، وبعدين جزئية اللانجوج فانكشنز الوظائف اللغوية الحوارات والحاجات دي، ولما يكون عايز يعبر عن حاجة طبعا دي برضو اللي تم تناولها في الوحدات كلها. وبعدين جايب جزئية الديكتيشن الاملاء عشان الطالب يتعلم لما يشوف الصورة يبقى معناها ايه او كلماتها ايه ويكتبها ويحفظها، كل دي ديكتيشن. طبعا زي ما انتم شايفين الاستيكرز اهو مكانه ويل دون هنا اهي حسب لما بيسمع الكلمات صح. وبعد كده بدا يتكلم عن ايه، تعالوا كده نشوف. جايب كمان المراجعة على الوحدتين العشرة والحداشر، دي اختبارات مانثلي شهرية على الوحدتين العشرة والحداشر. وبعد كده برضو على ال 12 و 13 و ال 14 وال 15 وال 16. طيب وكمان بعد كده بقى ورك شيت ورق عمل بقى على المنهج ككل كل دول، وفي الاخر جايب الاسئله اوريها لكم، اسئله على القصه. وكمان لو تلاحظوا ان هو في اخر الكتاب جايب اجابات، بعض الاجابات اهي على الحاجات الاختبارات اللي هو ذاكره، طيب اللي هي الورك شيت. تعالوا بقى نشوف كتاب الشرح الاساسي متناول الوحده ازاي. عندنا كام وحده؟ عندي يونت 10 11 12 13 و 14 15 16 17 وكفايه كده لغايه ال 17. طيب ايه ال 17 ديت؟ اللي هي جزئيه القصه، يعني يعتبر 1 2 3 4 5 6 7 7 يونتس والقصه، يبقى 7 وحدات ومعانا كمان القصه، ما تعتبرش وحده يعني تبقى صغنطوطه كده. طيب تعالوا كمان نشوف بقى هنا الشخصيات، عرضها لي في الاول، بعد ما عرض لي الشخصيات جاب لي الفكره الاولى، وبعدين اتكلم عن عمل تمهيد في الاول، وبعدين جاب لي هنا listening وspeaking والكلمات اللي هنا المفروض نحفظها واسئله عليها، وجزئيه language functions اهي الوظائف اللغويه واسئله عليها، وبعد كده كلمات اللي المفروض تتحفظ وكاتبها عشان الطالب يكررها كذا مره ويحفظها، واسئله على الدرس الاول ككل، كل دي اسئله عليه، وبعدين دخل على الدرس الثاني والثالث جابهم مع بعض وجاب اسئله عليهم اهو، برده بدا يجيب الكلمات اللي تتحفظ واسئله عليهم انشطه، ودخل على الرابع برده بتناوله بدا يجيب اسئله عليه وهكذا، والخامس الدرس الخامس برضو بدأ يجيب الكلمات وحفظ الكلمات اهو مؤكد عليها واسئلة على الدرس الخامس. وبعد كده بدأ يعمل مراجعة على الوحدة ككل، وبعدين جاب اسئلة على الوحدة ككل اهو كذا، يعني امتحان اول وامتحان تاني على الوحدة، وبعدين وحدة الاضواء، وبعدين المشروع، وبعدين دخل في الوحدة اللي بعدها. في اخر الكتاب بدا يعرض القصه، عرض القصه بالفوكابلري الكلمات اللي فيها، وبعدين والصفات المهمه، وكمان بعد كده تناول عناصر القصه والاماكن والحدوته نفسها، وبعدين بدا يعرض القصه زي ما انتم شايفين معايا، وجاب بعد كده اسئله على القصه، كل دي اسئله على القصه، وبعدين في الاخر برضو جاب واحد الاضواء خاصه بالقصه والمشروع، وبعد كده مراجعة عامة زي ما انتم شايفين، ادي كل دي مراجعة كده زي اسئلة ومراجعة تانية اهي، وكده خلص معانا. وفي الاخر الاستيكرز برضو اللي بنلزق منه، وشهادة التقدير اللي هيكتب فيها اسم الطالب او الطالبة المتفوقين
في مادة الإنجليش أو في الكتاب بعد ما نخلصه. خلصنا مع بعض عرض محتويات كتاب جيم الأضواء للصفوف الأولى الأول والثاني والثالث الابتدائي. دمتم في أمان الله.